مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ان. اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تأجيل النظر إلى موعد لاحقا يتم تحديده إثر الجلسة بخصوص القضية المرفوعة ضد النائب المجمد سيف الدين مخلوف والمتعلقة بالمس من معنويات الجيش الوطني والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بإفشاء أسرار الدفاع الوطني وغيرها من التهم على خلفية خلاف نشب بينه وبين قاضي عسكري حول نيابته بصفة محامي على النائب المجمد نضال السعودي. كما قررت هيئة الدائرة النظر إثر الجلسة في الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن مخلوف حول انتهاء مفعول بطاقة الإيداع بالسجل الصادرة في حقه من طرف قاضي التحقيق العسكري. كما كنت تسمع هذه آخر المستجدات في قضية سيف الدين مخلوف، ما تنسوش تعطوني رأيكم على الكلام اللي كنتوا تسمعوا فيه، وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.